السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، نعم مصطفى تفضل. بعد إذنك يا شيخ، مع حكم قص شعرة ناشزة في الحاجب بسوى الحاجب، نعم شعرة طويلة عن باقي الشعر في الحاجب، ما حكم قصها بسوى الشعر ما في الحاجب؟ لا بأس، شكرا يا شيخ. الله يبارك، حسبنا الله ونعم الوكيل.